اليوم أنا أقول لكم يجب أن ينشغل بالفساد، يجب أن نتوحد ضد الفساد وأن نضرب الفساد ونقتل الفساد فيما بيننا ونرميه خارجا. هذه ضرورية وأساسية، لأن إذا نريد إعمار حقيقي وإذا نريد تقديم خدمات بصدق وإحنا صادقون وجادون بذلك، وإذا نريد نعمر البلد ونخلق فرص عمل كريمة للجميع ونحسن المستوى المعاش المواطنين، لازم كل دينار ينفق لازم يذهب للمواطن، مو يذهب لجيوبهم، مو تضيع هنا وهناك كما ضاعت المليارات في السابق. هذا عهد من قبلنا وإن شاء الله نحقق هذا الوعد والعهد، بس نريد عونتكم، عونة الجميع، والعراق إن شاء الله من نصر إلى نصر ومن نجاح إلى نجاح.